اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله. لسه ما بدأناش. طيب خلينا ايضا نرحب بكريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ الاخبار؟ خليني معاك النهارده. انا وانت عشان هو قال كلمتين دلوقتي لو قلتهم الناس هيقولوا لي ايه؟ هيخش اشتغل الاستوديو. مش هخش اشتغل الاستوديو من بره. بلاش اقول بلاش صح؟ عشان بلاش. عموما خلينا نبدا الاول ببعض الامور الخاصه قبل ما نتكلم عن مباراه بكره ان شاء الله. يعني اولا خليني ابدا معاك يا احمد وكلاتنبرج ورؤيته في عدم او ان هو بيمشي مع حكم المباراه الاخيره في عدم احتساب ركله جزاء لصالح علي معلول. يمكن كلاتنبرج بصراحه احنا شدنا بيه كتير وهو عامل حاله، الاخطاء قلت نوعا ما، ولكن انا شايف ان الفيديو اللي بينزل على صفحه اتحاد الكوره تحليل اللي هو الاخطاء التحكيميه بتاع كلاتنبرج ده بالمزاج. يعني ايه بالمزاج؟ نبص كده على ماتشات الاهلي الاخيره اللي هم الست ماتشات بتوع النادي الاهلي. اول ماتش كان المحله اللي هو النادي الاهلي كسب فيه، كان في ملعب المحله، النادي الاهلي كسب فيه 2-0. كان في ضربه جزاء لاكرم توفيق وكان في طرد للاعب المحله وكان في استدعاء خاطئ من حكم الفار. ساعتها طلع كلاتنبرج وقال الكلام ده، قال يا جماعه ان في اخطاء كذا وكذا وكذا بالتفصيل. الماتش اللي بعده الاتحاد السكندري ما حصلتش فيه اخطاء تحكيميه، ده الماتش الوحيد في اخر ست ماتشات للاهلي اللي ما كانش فيه اخطاء تحكيميه. الماتش اللي بعده ماتش فيوتشر لما جه نزل الفيديو بتاع الحالات التحكيميه ما نزلش لعبه ركله الجزاء بتاعت علي معلول اللي هي لم يتم احتسابها لصالح علي معلول وكانت بشهاده خبراء التحكيم. معانا لو نجيب الصور بتاعت الحالات التحكيميه هنلاقي ان كان في برضه كارت احمر على اللاعب فيوتشر للتدخل على قدم السوليه. صحيح. الحالتين دول اليمين. الحالتين دول ما جابهمش في الفيديو. فانا بقول لحضرتك ان الحالات بيبقى هم بيختاروا الحالات بالمزاج. طب ما انت دلوقتي مش فارق معايا هو بيتكلم صح او غلط. اوكي هو حر، لكن هي تختار كل الحالات الجدليه ما تختارش. يا اما ما تعملش فيديو خالص، المفروض كل اسبوع تطلع بالحالات التحكيميه تقول انا يا جماعه اللعبه دي كذا، اللعبه دي كذا، اللعبه دي كذا، لكن انت مش بتختار بالمزاج او حد مثلا بيختار لك بالمزاج. لا انا مش عايز اظلم الراجل، ولكن ده اللي بعد كده برضو ماتش الاهلي وفاركو، ماتش الجوله الثامنه بقى ادي اول. يعني دي مثلا دي الحالات اللي هي الماتش المحله كان فيه ضربه جزاء. هو دي طلع واتكلم دي يستحق. ده تحليله اللي تحت اهو. نكمل، هات الصور، قلب على طول. ده برضو دي كانت ماتش المحله تحليله. نعم. دي اللعبه اللي استدعى فيها اهو. تعالى بقى ماتش فيوتشر. ماتش فيوتشر كان فيه ركله جزاء بشهاده الخبير التحكيم احمد الشناوي لم يتم احتسابها. طب انت ما جبتهاش ليه؟ هات الصوره اللي بعدها برضو. دي لعبه اللي هي ضربه الجزاء بتاعت علي معلول. هات اللي بعدها الكارت الاحمر بتاع السوليه اللي هو اللاعب فيوتشر على السوليه، برده ما جابش الحالات دي في ماتش فيوتشر. طب انت ما بتجيبش الحاجات دي ليه؟ ماتش فاركو بقى ده لوحده كارثه. ليه بقى؟ الجوله الثامنه ما عملهاش فيديو اصلا. وطلعوا خبر النهارده على يلا كوره قال لك ان ده لعدم وجود حالات جدليه تستحق التحليل. طب امال دي ايه ده يا جماعه؟ ده هدف برونو سافيو الملغي، في شك كبير صح ان هو هدف صحيح؟ عايزين نعرف رايه فيها. والحاجه الثانيه برضو لعبه ضربه الجزاء بتاعت برونو سافيو، يعني بص الهدف ده اهو، ده احنا كلنا اتكلمنا فيه. هات بقى لعبه ضربه الجزاء كمان بتاعت برونو سافيو. طب احنا ما سمعناش، ويقول لك مفيش حالات جدليه. طب فين رايك في الحالات دي؟ هات الاسبوع اللي بعده برضو ماتش الاهلي وسموحه، اهي دي برضو راي الخبير التحكيمي قدام ده في سيراميكا، ده في ماتش سيراميكا كان رايه ان برضو ضربه جزاء. هو النهارده رايه ان هي مش ضربه جزاء، ده رايه يحترم. لكن انت برضو ماتش الاهلي وسموحه كان النادي الاهلي ليه وقت بدل ضايع لم يتم احتسابه، المفروض تتكلم في الحته دي. انت وال16 ثانيه اللي مسكه هاني سليمان اهو، 16 ثانيه. انت كرئيس لجنه حكام مفروض، ده انت مفروض دورك تقول ان مثلا وقت بدل ضايع قد ايه ضاع. فانا دوري ان انا اعالج الحته دي. يعني انا سمعت مثلا كابتن جمال الغندور قال راي حلو جدا، قال احنا ممكن نعين حكم خامس يبقى مختص بالوقت بدل الضايع ده. فكره حلوه جدا. ويبقى معاه ستوب ووتش، هو اللي بيحسب، هو اللي بيحسب ويبلغ الحكم ويحسبها كامله. يعني ده دور كلاتنبرج، فاهم؟ فانا وجهه نظر ان الفيديو بتاع الحالات التحكيميه اللي بتنزل على صفحه اتحاد الكوره دي بتتعمل بالمزاج. ومش كله، وللاسف لو تلاحظ حضرتك في اخر ست ماتشات الاهلي متعرض لخمسه منهم لظلم تحكيمي او لاخطاء تحكيميه. ايوه. فاحنا عايزينه يبرز كل الحالات، ما تبقاش حالات معينه. طيب يعني احنا حذرنا منه خلال الفتره اللي فاتت لانه كان دايما في ضغوطات خلال الفتره السابقه
على الحكام وعلى التحكيم، كان يعني الناس بتطلع تشتم في التحكيم وتطلع تشتم في كلات امبابي، تقول لك فين ايام عصام. طبعا لانه مستفيدين بما هو سابق، فبالتالي بيخبط في اللي موجود دلوقتي علشان يهد هذه المنظومه ويرجع المنظومه القديمه وتبقى الدنيا. لكن وياما حذرنا وما زلنا بنحذر من هذه الامور. عموما ما نشوف بكره، في هنتكلم عن حكم المباراه، ولكن الاول عندك امثله فيما يخص نقل المباريات يا كريم؟ زي ما نادي الاهلي حصل وتم نقل مباراته بناء على يعني موافقه النادي الاهلي على هذا الامر يعني. طبعا نقل المباراه اكيد نادي بيراميدز فاجئنا بصراحه بالبيان اللي هو قاله، وحتى انا مش فاهم يعني ايه مدى فايده البيان طالما انت بتقول في الاخر ان انا مش هقدم شكوى. لكن طبعا كان في يعني حالات سابقه شفناها في الدوري، كان اخيرا طبعا مباراه الزمالك وطلاع الجيش اللي برضه تم نقل المباراه في مده اقل من اسبوعين زي ما اللائحه بتقول، وساعتها حتى ما حصلش يعني هذا ازاي ما حصلش. النادي بقى خلي بالك هذا مش قال لك امبارح ولا فاكر انت لما النادي الاهلي احد الفرق الافريقيه جابهم وقال لك هنلعب هنا في مصر وهيلعب وخدوا الاستاد والدنيا، قال لك مؤامره ايوه واللي بيحصل ده مش عارف ايه وده لا. دلوقتي لما بيحصل احنا بنساند البلد، احنا بنساعد على التقارب، ده احنا بنساعد على اي بطاقة يعني اي حاجه، اي حاجه فيها اهلي اخبط وارمي وخلاص. عشان كده انا بقول انا سعيد جدا النهارده تحديدا. ليه؟ لانه الجمهور علمنا نعمل ايه. يعني الجمهور خلال الاسبوعين اللي فاتوا كان دائما ما ينتقد اللاعبين، وكان عنده حق طبعا لان معظم اللاعبين، لكن بقالنا يومين ثلاثه الحقيقه جمهور النادي الاهلي في كل على السوشيال ميديا لو تاخد بالك 80 90% من الجمهور قال لك احنا بنساند فرقتنا، ولو كنا بننتقد بننتقد علشان النادي واحنا بنحب النادي. فبالتالي احنا دايما بنتعلم، عشان كده انا مبسوط. فخلينا احنا دايما ماشيين في طريقنا. يعني انا حسيت ان بعد ما الاهلي تعادل اخر مباراه والمنافس كسب ان احنا الدوري خلص، لسه بدري، لسه بدري قوي. ولكن انا حسيت كده، ده كان احساسي، لانه الاعلام المفروض اللي هو محايد كان بيودي لهذه السكه، الله على الجمال والله على الحلاوه، وهي تقسيمه بتتلعب، لكن الله على الجمال والله على الحلاوه وكل حاجه للمنافسين. لكن الاهلي لما يقول لك ابص وعمالين يخبط في الاهلي ويوقع في الاهلي، بس خلينا نتفق يا اسلام ان احنا في الفتره الحاليه عندنا مشاكل جدا. يعني الفتره الحاليه طبعا احنا دي الميزه ان الناس عندها مشاكل، ولكن مسانده ودعم واضح. طبعا احنا برضو احنا خلينا نستغل ان المنصه دي منصه خاصه ب يعني جمهور النادي الاهلي طبعا، وخاصه بالنادي الاهلي، واحنا نبادر بان احنا نعترف ان احنا فعلا عندنا مشاكل. واحد انا في وجهه نظري ربما في معلش اتفضل ما تكمل، اصل معنى كلامك ده ان احنا ما اعترفناش. لا خالص، احنا في حلقة لا بتكلم فيها. انا بتكلم على دلوقتي قلنا ايوه لا خالص ان لا يا جماعه ما عندناش مشاكل واحنا احسن خالص حاجه في الدنيا، ما حدش يقدر يقول الكلام ده. احنا بس الفكره في حته ايه؟ ان الامر لما بيطلع من البيت طبعا افضل لما الناس تستناه من بره البيت. اللي انا عايز اقوله ان في الفتره الحاليه، ودي نقطه مهمه كنا حضرتك تفتكر كنا اتكلمنا فيها الموسم اللي فات، وانا في الوقت الحالي حابب افتحها تاني لان احساسي ما حدش يخبره منها. حضرتك تفتكر في الفتره بتاعه بيتسو موسيماني لما برضو حصل الاصابه بتاعه اكرم توفيق، وطبعا خلينا فعلا نؤكد ان اكرم توفيق مش بس من اهم الاوراق الدفاعيه في النادي الاهلي، ولكن من اهم الاوراق الهجوميه حقيقي بكل امان. اكرم توفيق في منذ تحوله من خط الوسط لمركز الباك اليمين بكل امانه فعلا افاد النادي الاهلي كتير جدا 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 في الشق الهجومي، حتى الكروسات بتاعته كانت متقنه جدا في فتره وكانت فعلا بتفيد النادي الاهلي هجوميا. لكن ربما اكرم فعلا الحماس الزياده اللي عنده ده كلفه كتير قوي بصراحه. الحماس الحماس الزياده كلفه كتير، بس اللي عايز اقوله وافتح النقطه اللي انا كنت بقول لحضرتك عليها، ان في وجهه نظري الشخصيه بدات الاحظ ان الاهلي في غياب اكرم توفيق، وفي ان المجهود البدني لعلي معلول مش في افضل حالاته في جمع ما بين الشق الدفاعي والشق الهجومي، ربما في الوقت الحالي نكون مضطرين تاني للعوده ل 3 4 3. ليه؟ لان النادي الاهلي وهو بيلعب ب 4 2 3 1 او 4 3 3 بكل مشتقاتها، واضح جدا 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 بكتر اللعب قدام فرق بتلعب بزون ديفنس،
بيبدا المخزون البدني بتاعنا ما يساعدناش. وكمان حاجه تانية انه عدم وجود اكرم عامل ازمه بكل امان. حضرتك تفتكر مع بيتسو موسيماني كان الحل في اللعب 3 4 3، حتى ايفين سوارش لما خسر في فاينل الكاس قدام نادي الزمالك 2-1 بعديها النتائج اتحسنت شويه في الدوري لما لعب 3 4 3. اشوف وجهه نظر شخصي انا لسه فعلا طبعا ما اعرفش، طبعا واضح جدا ان الاهلي بيبرم عدد من الصفقات خلال الايام دي واضحه جدا، انا ما اعرفش مين الاسامي بصراحه، ما عنديش اي معلومه، لكن في وجهه نظري الشخصيه واحده من الامور او من العلاج المطلوب في الوقت الحالي هو اللعب بطريقه تناسب المجموعه الحاليه، لان طبعا اكرم خلاص بره الحياه. انا بشوف ان دي وجهه نظرك او وجهه نظر طبعا شخصيه لكن في النهايه المدير الفني هو طبعا من له الحق في طبعًا اختيار طبعًا ما يراه مناسبا، لانه في النهايه هو اللي شايف اللعيبه طبعا، هو اللي عارف اكيد طبعا اسلام من يلعب ناحيه اليمين يبقى عامل ازاي، اكيد طبعًا واللي عارف ان كريم فؤاد او طبعًا محمد هاني مين اللي يلعب فيهم، مليون في المية، وعارف مميزات ده وخصائص ده مليون في المية، هو بالتالي بيستطيع ان هو يشوف نفسه. احنا بس بنعرض، لكن انت بتعرض وجهات النظر وزي ما عرضتها قبل كده طبعا 3 4 3 واحنا اتكلمنا فيها وبالفعل احنا جربناها، احنا ما بنتكلمش على حاجه ما جربناهاش يعني في الفريق يعني تقريبا نفس الفرقه احنا. نعم بالظبط. ولا وحاجه كمان هيفيدك كمان، خلي بالك لو تفتكر برده لو ماتش الاهلي وبيراميدز، احنا بنتكلم عن مباراه الاهلي وبيراميدز بكره، صحيح لو تفتكر الشوط الاول السنه اللي فاتت في مباراه بيتسو موسيماني، الشوط الاول بيتسو موسيماني لعب ب 4 3 3، الشوط الثاني لما غيرها لما جبنا الهدف بتاع مجدي قفشه بعديها نادي بيراميدز بدأ يهاجم على طول، بيتسو موسيماني قلب الخطه دي 3 4 3 وقدر في الدقائق الاخيره هو يجيب هدفين كمان ويكسب 3-0. طيب بس دي نقطه انا حبيت انت عندك المباريات المقبوله. اتفضل. يمكن هما كان في البعض اتكلم ان الملعب وتغيير الملعب ده، ان انت في الشهر ده مش البعض، هو نادي بيراميدز عمل بيان ادى في اندهاشه، لا وفي بعض الاعلاميين برضه، لا انا بتكلم على نادي بيراميدز ادى اندهاشه. فانت عندك في ملاعب اتغيرت، ماتش الزمالك والجيش ده كان بناء على رغبه كابتن محمد يوسف، غير الملعب يعني برغبه الجيش، لان كان ملعب الجيش الملعب اتنقل قبلها ب 48 ساعه المباراه من الكليه الحربيه من برج العرب. هات الصور معانا، ده تغيير ملعب مباراه الزمالك والجيش، ده يوم 4 ديسمبر اللي فات في الشهر ده بس. المباراه الثانيه كانت في رابطه الانديه برضو تعلن تغيير مباراه الاهلي وفاركو، ماتش الاهلي وفاركو تم نقلها قبلها باربع ايام، كان ملعب فاركو اتنقل لبرج العرب بدلا من استاد الماكس، ديت المباراة الثانية. المباراة الثالثة مباراة الاتحاد وسيراميكا اتنقلت لبرج العرب بدلا من استاد اسكندرية، ده في الشهر بس، الشهر ده بس، غير في بداية الموسم ماتش الزمالك وسموحة اتنقل. ادي الصور، ادي الاتحاد وسيراميكا، ادي 14 ديسمبر. كمل بقية الصور، الصور اللي قبلها هتلاقي ده برضو مصدر برابطة الأندية لما اتكلم استاذ احمد دياب او النائب احمد دياب، اتكلم على ان النادي الأهلي طبعا، ان استاد القاهرة يا جماعة ده كان من ضمن اختيارات النادي الأهلي كملعب تاني في بدايه الموسم، عشان كده النادي الاهلي من حقه ونادي بيراميدز مش من حقه الاعتراض على. لا يعني انت عارف انا اقصد ايه، ان الموضوع كان يبقى ابسط من كده بمنتهى البساطه، ان انا ارفع سماعه التليفون واسال يا سياده النائب، نائب احمد دياب على فكره راجل وبيرد على يعني موجود معانا وبيرد على، لما في حاجه برفع السماعه سياده النائب في وضع 1-2-3 يقول لي والله لا احنا عندنا في اللائحه بيتقال كذا وكذا وكذا وكذا، فكان سهل قوي ان حد من بيراميدز يرفع السماعه على النائب احمد دياب يساله يقول له الوضع 1-2-3 يقول له لا والله احنا الوضع 1-2-3 يعني. والغريب كمان لان العلاقات جيده يعني، العلاقات جيده ما بين الانديه كلها الحقيقه، فيعني ماشي كل واحد حر ويبدي اندهاشه زي ما هو عايز، الموضوع بسيط جدا من كل حاجه، ولكن طالما النادي الاهلي اكثر الانديه التزاما باللوائح والقوانين، النادي الاهلي ما بيعملش حاجه غير من خلال لوائح وقوانين، ده طول عمرنا، ده احنا متعودين على كده وعارفين ان النادي الاهلي، وحتى في بعض الناس بعد ما لا يشجع النادي الاهلي بياخدك للاتجاه لايه؟ ان انت يعني من كتر تمسكك باللوائح والقوانين ان احنا يعني مش عارفين نقول لك ايه؟ صح. فيعني انا غريب. من هنا انا بوجه رساله للاعيبه النادي الاهلي، شوفوا دلوقتي نادي بيراميدز مطلع بيان اهو قبل المباراه بيقول لك الحرصا على العلاقات والاعلامي، بس نادي بيراميدز تحديدا شوف مباراه الاهلي بالنسبه لهم بتمثل ايه، نادي بيراميدز حقهم، بس انا مش متضايق، انا حقهم وكل حاجه ان هو يعمل، وعايز يخلي بعض اللاعبين اللي عنده قد يكونوا فقدوا الطموح، فلما يفقدوا الطموح فهو عايز يزود الطموح تاني قدام النادي الاهلي طبعا، قدام النادي بس الاهلي فيعمل ممكن. هو حرين طبعا، انا بقول ده مش معلومات، هو حقهم يا كابتن اسلام، بس انا هقول لحضرتك على حاجه، انت النهارده نادي بيراميدز طلب حكام اجانب لمباراه الاهلي وده أوكي. اللي احنا بنطالب بيه، طب ليه مباراه الزمالك ما طلبتش بيها بحكام اجانب برضه زي ما بتطلب مباراه الاهلي، عشان تعرف المدى التحالف اللي ما بين بعض الانديه ضد النادي الاهلي،
نادي بيراميدز بيطلب حكام اجانب ضد الماتش بتاع الزمالك وبيراميدز كان ابراهيم نور الدين الحكم، ليه ما طلبتش حكام اجانب برضو زيها رغم ان احنا اول ناس بتطالب بحكام اجانب للنادي الاهلي؟ ده احنا كده بنرتاح وده حقكم وكل حاجه، بس شوف مدى التحالف اللي موجود ضد النادي الاهلي. اول حاجه بيطالبوا بحكام، الحاجه الثانيه بتشوف الاجهزه الفنيه في مباراه الاهلي بتبقى مدى الحماس ازاي، يطلع وتلاقي الحماس وبتاع. خلي بالك برضو يا احمد صح عندك حق وتحالف واضح ولكن في النهايه ما هو ده يعني النادي الاهلي دايما انا كنت بسميها ايه؟ المباريات اللي انا لعبت ضد النادي الاهلي خلي بالك، فانا بقول لك يعني انا عارف كنا دايما بنعمل ايه؟ بنزود الجل. انا دايما كنت والله اسمها ايه؟ النادي الاهلي جاي انت جاي تلعب النادي الاهلي فمصر كلها هتقعد تتفرج عليك والدنيا هتتفرج عليك، فانت كلاعب بتسوق نفسك من الماتش ده. ده تمن الاهلي قدر البطل. ده قدر البطل مهما نقول ومهما نعمل ده قدرك ودي حياتك ودي حقيقتك ان انت البطل، وبالتالي اي حد وحقهم ويعمل اللي هم عايزينه، ولكن هو مزود الجل في كل حاجه. فيعني احنا كلاعيبه ما كنا نيجي نلعب الاهلي وتزود الجل عشان يعني شعرك يبقى حلو لا وبتاعه. وفي نقطه مهمه جدا كابتن لازم بقى ناخد بالنا منها ولازم كمان يعني ايه نتكلم عليها كتير. اتفضل. منذ نشاه نادي بيراميدز وتحوله يعني من نادي الاسيوط نادي بيراميدز، واحده من في وجهه نظري من الاسلحه او العوامل اللي مسؤولي نادي بيراميدز او مؤسسه نادي بيراميدز على اختلاف حتى مسؤوليها وعلى اختلاف اللاعبين بداوا يلاحظوا انها بتساهم في خروجهم بنتيجه ايجابيه من مباراه الاهلي، ان هم يشدوا المباراه لخارج الملعب. المباراه ما تبقاش في الملعب بس. لو المباراه في الملعب بس لا انا مش ضامن ان انا اقدر اكسب او اتعادل مع الاهلي، لا انا محتاج ان انا اعمل شويه يعني لغط او اعمل شويه شغل يخلي المباراه تبقى متاخده خارج الملعب، وده حتى بيعمل ضغط نفسي ساعات على لعيبه الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا 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 لازم ناخد بالنا منها. بعض المباريات بتحتاج خبير نفسي للعيبه قبل المباراه دي، زي مباراه انا في وجهه نظري يعني مباراه بيراميدز من المباريات اللي بتحتاج ان اللعيبه تخشها كل المباريات لا بس الزمالك وجهه نظري وبيراميدز بصراحه بيراميدز مباراه بيراميدز برضه بتمثل يعني ضغط نفسي شديد، لان زي ما احمد قال كده من شويه الامور فعلا ليه اطلب طاقم تحكيم اجنبي مباراه الاهلي وما طلبتش؟ طالما ان انا النهارده بامل للمنافسه او بامل ان انا اخد مركز مؤهل جل بامل ان انا اخد مركز مؤهل لاي بطوله افريقيه السنه الجايه. بس تاني مهم جدا 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 ان احنا نبقى واخدين بالنا بصراحه النهارده الرياضه بتصرف فيها كتير، الرياضه النهارده بتصرف فيها فلوس كتيره جدا، ولازم احنا النهارده نبقى واخدين بالنا جدا 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 مش كل مباريات بيتم حسمها فنيا وتكتيكيا، لا ساعات ممكن انت نازل بحماس زياده. انا فاكر المباراه بتاعت لما بيراميدز كسب ماتش الكينو جاب فيه الجون الار 2 في محمد الشناوي، المباراه دي النادي الاهلي ضيع والله لا يقل عن 12 فرصه محققه، كان ساعتها اعتقد كان معانا وليد ازارو وكان معانا جيرالدو، المباراه كانت غريبه جدا يعني النادي الاهلي كان بيروح الفرص كانت بتضيع من داخل 6 ياردات بسبب ايه؟ بسبب ان النهارده في حماس زايد على اللزوم، في ضغط عصبي زايد على اللزوم، فبرضه هم انا في وجهه نظري فعلا بيان هو بيان ما تفهمش ايه 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 ايه, إيه, إيه فائدته؟ انا بقول في اوله انا مندهش، في الاخر خالص بقول على فكره يا جماعه انا رغم كل الكلام اللي كتبته ده انا مش بسبب العلاقات الجيده عشان انا عندي علاقات جيده. طب ما دام عندك علاقات جيده لما تتكلم في التليفون يعني اسال وخلص الموضوع ورا الستاره، انت بتقول البيان ليه؟ البيان طلع ليه؟ انا في وجهه نظري عشان اللعيبه عشان اثبت موقف وابدا احمس لعيبتي احمس لعيبتي واعمل ضغط عصبي بعيدا عن داخل الملعب، واتفق جدا جدا مع ثابت في الحته اللي قالها بخصوص طلب التحكيم الاجنبي. طيب بما اننا بنتكلم عن عندك حاجه ثانيه في التحكيم؟ حضرتك كنت بتتكلم ان الفتره دي بالنسبه لنا هو كابتن اسلام كان بيقصد ان هو ان احنا في صداره الدوري، ان احنا حتى الان في صداره الدوري طبعا. في بعض الناس بتهيئ ان في انا بقولك انا بقالي يومين ثلاثه من بعد ماتش الاخير للاهلي وتعادله مع سيراميكا كليوباترا اخر مباراه لينا الواحد سيراميكا معلش فاخر مباراه دي تعادلت والنادي الثاني كسب نادي الزمالك كسب، فبقى ايه يقول لك ايه اصل خلاص الدوري ايه اللي خلص يا جماعه؟ انت عندك في شهر يناير يا كابتن اسلام معلش مع احترامي لا حتى لو في شهر يناير لسه شهر. بدري جدا 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 على كل شيء. انت عندك في شهر يناير مباريات حساسه ومباريات مهمه جدا، دي اللي ممكن ان شاء الله لو قدرنا ان احنا ناخدها او نفوز بيها هتفرق كتير معاك. اولا عندك يوم واحد يوم 2 يناير بكره بيراميدز، بعد كده انبي، بعد كده المصري، بعد كده سموحه ده هيبقى في نص نهائي الكاس، وبعد كده الزمالك، وبعد كده البنك الاهلي. طيب ده مشوار النادي الاهلي يا كريم في الدوري العام.
المباراه بكره شايفها ازاي الاول؟ طبعا المباراه بتيجي في وقت صعب جدا جدا للنادي الاهلي، وتخوف طبعا معظم محبي النادي الاهلي من تكرار السيناريو اللي احنا شفناه في الموسم الماضي والموسم اللي قبليه. فاهم يعني سيناريو مشابك كتير، ان النادي الاهلي بيبدا المسابقه وبيجي سبحان الله ما اعرفش ايه المشكله بتاعتنا مع الاسبوع بعد الاسبوع السادس بيحصل الداون فول او بيحصل التيرنينج باك، التحول في الاداء وفي كمان النتائج. واضح كمان كابتن اسلام، وبصراحه نقطه مهمه جدا برضو لازم اشير ليها، والنقطه بتحتاج برضو في وجهه نظري برضو خبير نفسي، ان اللعيبه قائمه النادي الاهلي الحاليه الضغوطات لما بتتزاد عليها فعلا بيحصل مشكله في الاداء او في الفينش بتاع الهجمات. دي برضو نقطه مهمه، لان تاني انا مؤمن تماما ان الكوره او الانتصار للفرق الكبيره مش بس فنيه، مش بس تاكتكس، لا هي مجموعه كتيره من العوامل، انك بتختار لعيب جيد، بانك بتختار جهاز فني جيد، بتختار تكتيك جيد، يعني منظومه مش عامل واحد. ما اقدرش ارجع الانتصار بمفرده ليه ان احنا والله كنا بنلعب بتكتيكس كويس، لا انت محتاج لعيبه كويسه انها تنفذ التكتيكس، بدليل ان حتى يعني جوارديولا وهو في مانشستر سيتي ومعاه كل نجوم العالم بيروح يقول له سمحت يا مجلس اداره انا عايز هالاند مثلا، يعني وهو حتى مش بيتكسف من الحته دي، يعني الناس تقعد الاعلام بره بيقعد يتريق عليه، هو انت ناقصك حد راح تجيب لنا هالاند كمان؟ اه هجيب هالاند، لان هو انا عايز دايما ابقى رقم واحد. فبالتالي مباراه بكره مباراه قدام منافس قوي جدا، منافس عنده واحده من اقوى في وجهه نظري السكوادز في الدوري المصري، القائمه بتاعه نادي بيراميدز. ربما اختلف فنيا مع تاكي جونياسي، يعني ما بحبش اسلوب لعبه وعنده بشوف بعض المشاكل، لكن برضو الراجل معاه اوراق بصراحه. ممكن حتى هم لو شافوا ان يعني التكتيك المحطوط مش جايب معاهم في الملعب، ممكن هم على المستوى الفردي عندهم قدرات فنيه عاليه جدا جدا جدا. الخط الهجومي بتاع نادي بيراميدز فعلا قوي جدا، بنتكلم رمضان صبحي، بنتكلم مصطفى فتحي، بنتكلم عبد الله السعيد، بنتكلم حتى فجري لقاي، يعني برضه كان عندكم هم اسامه جلال بس هو الوحيد اللي سريع، احمد سامي او علي جبر بطاقه جدا. والتمركز في الضربات الركنيه كارثه كارثه عندهم. بص هنا برضه المساحه، بص هنا المهاجم بتاع الداخليه متمركز ما بين الاثنين، حتى لو عدت منه بص لورا هتروح للباك رايت اللي هو متقدم. برضه الجون الثاني كمل الصوره نفس الفكره، هنا برضو التغطيه العكسيه نفس والمساحه اللعبة. نفس اللعبه. فانت النهارده لازم تستغل يعني انطلاقات علي معلول في الجبهه دي، صحيح انطلاقات، ومين اللي هيقطع في المساحه بالك دي؟ خلي بالك التركيز هنا مختلف، ان هو تركيزه مع الداخليه غير تركيزه مع النادي الاهلي. طبعا يعني لما يحط لما يلاقي الاهلي هيلعب بيبقى تركيزه دايما 100% 200%. فخلي بالك يعني هنا في حاله توهان، حتى اسامه جلال سابه يستلم. هنا النقطه اللي بتكلم فيها، عندهم مشكله في الضربات الركنيه في التمركز. بص هنا الزمالك جاب فيهم الجون ازاي، لعيب واقف على الدايره فاضي اصلا، مفيش حد ماسكه في اللعبه دي. ده كانت في الدقيقه 3 من عمر المباراه اللي هي المفروض انت بتبقى نازل مركز اصلا وجاهز بدنيا. هنا بينزل مصطفى شلبي في الحته دي بيتحرك وبيقدر يسجل من خلالها. لو جبنا الاهداف اللي هي معانا برده اللي هي اهداف الاهلي في بيراميدز السنه اللي فاتت، هتلاقي ان هدف احنا جبنا منهم هدف من طاهر محمد طاهر الضربه الركنيه اللي هي اتلعبت، وطاهر محمد طاهر حطها في الكاس نفس الهدف. فهم عندهم مشكله في الضربات الركنيه في الماتشات دي، اللي بيدافع كويس هو اللي بيكسب. مهم جدا النهارده مارسيل كولر، انا شفت تجربتين، تجربه كابتن سامي قمصان لما لعبهم وسوارج لما لعبهم، ماتشات بيراميدز بالذات. كابتن سامي قمصان لما جه لعبهم عمل ايه؟ عمل مباراه دفاعيه بشكل كويس وقدر ان هو يخلص من خلال ايه؟ من خلال ضربه. ادي كابتن سامي كان في المباراه دي قدر يخلص من تفصيله صغيره زي ضربه ركنيه. الجون الثاني برده اكثر من ممتاز، كان من احلى اهداف الاهلي في الموسم ده، لانه كان من هجمه مرتده قدر من خلالها، من خلال محمد الشناوي بيحضر الهجمه من تحت، فهات الهدف الثاني قدر ان انت من خلالها في لمستين ثلاثه تضرب بيراميدز في ظهره اهو. لا لو تعرف تجيبها من الاول احسن كمان، لان اللعبه كانت جايه من عند محمد الشناوي القفشه مررها لحسام حسن قدر ان هو يسجل الهدف. فهنا كابتن سامي قمصان عرف يلعبهم صح. سوارش مشكلته ما كانش عارف يلعبهم صح، ليه؟ نزل فتح الملعب وكان ما كناش عارفين نحضر الهجمه فخسرنا. لكن انت مباراه بيراميدز اللي بيعرف يدافع كويس مباراه بيراميدز ويقفل صح ويقدر يبني الهجمه بشكل كويس ويستغل ويقلل من الاخطاء. مباراه بيراميدز ما اعرفش بيبقى فيها اخطاء غريبه ملهاش لازمه. لا واحده كمان بص بطء علي جبر، بص مش ممكن يعني، واحده من النقط فعلا مهمه جدا جدا، انت بقى تحاول ان انت تحط لعيبتك السريعه في مواقف واحد على واحد مع المساكين. يعني هو طبعا هو اكيد اسامه جلال هيبقى احد ثنائي الدفاع، هيختار هو احمد سامي او علي جبر، الاثنين تقال والاثنين بطاء،
لازم فعلا يتلعب عليهم ولازم يتحط معاهم يعني اجنحه انها تخش لجوه، طالما انت اكيد هنطير الفول باكس بتوعنا، فتحط معاهم اللعيبه السريعه عشان تقدر تديهم مساحه مواقف واحد واحد زي برضه هم هيحاولوا يعملوا معانا على طيب. محمد هاني وعلي معلول. طيب الارقام الخاصه بقى بمقارنات لعيبه النادي الاهلي ولاعبي نادي بيراميدز. الاول المقارنات، نبدا بمقارنه محمد الشناوي واحمد الشناوي حراسه المرمى. او عايز تقول الارقام من الاول؟ الارقام بيراميدز الاول بصفه عامه. اتفضل. الاكثر تسجيل الاهداف ده ارقام بيراميدز في الدوري، اكثر هداف الفرقه عندهم مصطفى فتحي وفخري لقاي، الاثنين مسجلين 3 اهداف. الاكثر اسيست مصطفى فتحي وفخري لقاي ورمضان صبحي 2 اسيست، ده بتبين لك اهميه اللعيبه، اللعيبه المهمه قوي عندهم مصطفى فتحي وفخري لقاي تحديدا، ورمضان صبحي برده لانه موجود في الاكثر صناعه للفرص، فخري لقاي ورمضان صبحي 15 فرصه. الاكثر محاولات على المرمى كل 90 دقيقه فخري لقاي ومصطفى فتحي. الاكثر محاولات صحيحه مصطفى فتحي 1.4 ده في المباراه الواحده يعني. الاكثر تمريرات صحيحه كل 90 دقيقه بلاتي توري بيوصل 69 تمريره صح في الماتش الواحد. اتفضل يا كريم. طبعا اكيد يعني ارقام بصراحه فخري لقاي لازم نخلي بالنا منه بصراحه، يعني الارقام بتاعته يعني الراجل في كل ايتم سريع جدا. انا شفت له مباراه قريبا جدا يعني من اسبوع 10 يعني او من الاتحاد او الداخليه مش فاكر، الاتحاد تقريبا 3-0 كسب 3-0. الجون الثاني التحول الكبير جدا وسرعته وجاب الجون اللي هو حطها بيمينه في على شمال مهدي سليمان صح، فبالتالي لعيب كويس جدا، خد سبرنت رائع يعني. لازم ناخد بالنا منه بصراحه يعني. نعم نروح بقى للارقام، المقارنه بين النادي الاهلي وبيراميدز بشكل عام كفرق. طبعا النادي الاهلي محقق 24 نقطه، نادي بيراميدز محقق 20. النادي الاهلي فاز 7 مباريات، بيراميدز فاز 6، برضه يعني قريبين من بعض. النادي الاهلي تعادل 3، بيراميدز تعادل 2. النادي الاهلي ما خسرش، بيراميدز خسر ماتشين. النادي الاهلي احرز 17 هدف، نادي بيراميدز احرز 14. الارقام من حيث كان هي متشابهه يعني، النادي الاهلي استقبل 5 اهداف فقط، نادي بيراميدز استقبل 6، متوسط استحواذ 60% هنا برده و60.9%، الكلين شيت هنا 5 هنا 5، معدل المحاولات الصحيحه على المرمى كل 90 دقيقه في النادي الاهلي 5.7، في بيراميدز 4.6، وصناعه الاهداف في المباراه الواحده 16 و20، اهدار الفرص 12-19 بيراميدز، التمريرات الصحيحه 420-480، التمريرات الطوليه 32-39. الاداء بصراحه متشابه للغايه، العرضيات 5.2 في بيراميدز 4.4. النادي الاهلي حصل على 4 ركلات جزاء في حين حصل نادي بيراميدز على 3. الفرقتين يعني تحس يا كابتن اسلام الارقام قريبه جدا، وده يبين لك مدى التنافسيه العاليه اللي هتكون في المباراه. وبرده هاخد كلمه من ثابت قالها كلمه حلوه في المباراه دي، انت بتلعب على غلطه صحيح، بتلعب على استغلال يعني لازم فرص. تقلل غلطاتك، التركيز بتاعك لا لازم يبقى في قمته، لان الماتشات دي فعلا انت مش هتلعب مش اوبن جيم بقى والفرصه اللي هتضيع انت تقدر تصنعها مره واثنين وثلاثه، لا ده في وقت. لو نفتكر ماتش لما كان بيراميدز متقدم 1-0 النادي الاهلي جاب هدفين بعد كده، بيراميدز خد غلطه محمد الشناوي في الدقيقه 95 وتعادل منها بالهدف الثاني. لا المباراه دي عايزه تركيز عالي جدا جدا جدا، ان انت بتلاعب منافس مش قليل. وبرضه عايز ارجع للارقام اللي ثابت، 4 لعيبه في بيراميدز حاول على قد ما تقدر تخرج 2 منهم بره الماتش، لو 2 بس من الاربعه، رمضان صبحي فخري لقاي وبلاتي توري ومصطفى فتحي، 2 بس من الاربعه دول خرجوا بره الفريق، انت بتقلل من قوته الهجوميه 50%. طبعا احنا بنحاول ان احنا نبرز عشان تبقوا حضراتكم عارفين، بس بنحاول ان احنا نبرز كل نقاط القوه اللي موجوده في بيراميدز، ولكن احنا قلنا نقاط الضعف الواضحه جدا اللي موجوده في بيراميدز، بس عشان الناس عملت بس انا على المستوى الشخصي احب لا انا على المستوى امان انا كريم سعيد انا احب احترم جدا جدا المنافس بزياده قبل المباراه، لا مش بزياده بصراحه، انا احب انا قبل المباراه ماشي، لكن انا احب كده اتكلم نقاط ضعف على طول. مقارنه الحراس، محمد الشناوي واحمد الشناوي، محمد الشناوي 34 سنه، احمد الشناوي 31، الاثنين لعبوا 10 مباريات، استقبلوا الاهداف الشناوي استقبل 5 اهداف السنه دي، احمد الشناوي استقبل 6، الكلين شيت يعني حافظوا على نظافه شباكهم 5 ماتشات الشناوي واحمد الشناوي 5. معانا برضو مقارنه مهمه قوي ما بين علي معلول ومحمد حمدي. بص علي معلول في حته ثانيه يا جماعه في الدوري المصري، احسن باك شمال لا يعلى عليه يعني. علي معلول لعب 8، محمد حمدي بالمناسبه هو الباك اليمين الاساسي بتاع منتخب مصر وعلي معلول بتاع منتخب تونس. عدد المشاركات معلول لعب 8 ماتشات بس، جاب جونين وصنع 3. محمد حمدي لعب 10 سجل هدف وما صنعش ولا هدف. صناعة الفرص علي معلول 23 فرصة،
محمد حمد 4 فرص بس. العرضيات الصحيحه 18 فرصه، 18 عرضيه صح لعلي معلول مقابل 3 عرضيات صح لمحمد حمدي. المحاولات الصحيحه 2 هنا و2 هنا. طبعا الارقام كبيره جدا لعلي معلول. كمل كريم سافيو ومصطفى فتحي. نروح بقى لسافيو ومصطفى فتحي. سافيو لعب 10 مباريات ومصطفى فتحي لعب 10 مباريات. سافيو سجل هدف واحد في حين مصطفى فتحي سجل 3. سافيو صنع 2 برضه، مصطفى فتحي قدر ان هو يصنع 2 في صناعه الفرص. مصطفى فتحي متفوق ان سافيو صنع بس 7 فرص لزمايله في حين مصطفى فتحي صنع 13 فرصه. محاولات ناجحه سافيو، مراوغات ناجحه سافيو عمل 4 مصطفى فتحي عمل 3 برضه قريبين. محاولات صحيحه سافيو عمل 5 فقط في حين مصطفى فتحي عمل 11. يعني من الارقام في تفوق خفيف لمصطفى فتحي. طيب اليو ديانج وبلاتي توري، هنا الارتكاز هنا والارتكاز هنا. اليو ديانج 7 مشاركات، طبعا مشاركتين اقل من بلاتي توري. بلاتي توري لعب 9 صنع فرص، بلاتي توري 7 اليو ديانج 3. التمريرات الصحيحه في المباراه الواحده بلاتي توري بيعمل، لا فالموسم كله بلاتي توري عامل 555 تمريره صح، اليو ديانج عامل 368 تمريره صح. التاكلينج الصحيح 9 لاليو ديانج 10 لبلاتي توري. المراوغات الناجحه 5 لاليو ديانج 6 لبلاتي توري. الانترسبشن اللي هي التدخلات الدفاعيه 16 لاليو ديانج و10 لبلاتي توري، مع مراعاه ان اليو ديانج لاعب ماتشين اقل من بلاتي توري. طيب اذا دي المقارنات اللاعبين ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. ان شاء الله ربنا يكرم ونشوف مباراه جيده تليق الحقيقه باسم النادي الاهلي وتليق باسم نادي بيراميدز. دايما منتظرين من الفريقين ان احنا نشوف مباراه حلوه، حكم كبير له اسمه، حكم يعني انا نقطتي الوحيده في هذه النقطه برضو واخد رايكم سريعا في هذا الامر لانه مهم جدا. انا نقطتي الوحيده ان واحد جاي من نهائي كاس عالم هيكون بيفكر في الماتش ازاي. هو حكم كبير، يعني حكم دولي طبعًا كبير طبعًا. دولي من لا احد يستطيع ان هو يقول غير كده، مش احنا اللي هنقول راينا، ولكن انا اقصد اقول يعني واحد جاي من كاس عالم. هو على فكره كان حكم، هو حكم اهلي وزمالك قبليها في نهائي كاس مصر قبل كاس العالم وبعد كاس العالم حاجه طبعا حاجه مختلفه. ولكن هو برضو هو على فكره ما بيديش كروت حمراء، يعني انا لما شفت احصائياته لقيت ان هو بيدي انذارات كتير، يعني بيدي 5 انذارات في الماتش الواحد. مش بتكلم فنيا، انا بتكلم في نقطه ان هو واحد لعب نهائي كاس نفسيا عالم يعني. نفسيا يعني حته نفسيا ان هو كان في قمه الكوره، يعني قمة كرة القدم، ان هو بيحكم نهائي كاس عالم وكده. بس هو ممكن يكون عايز يصلح لان عليه كلام من فرنسا بتنتقده ان ازاي انت تحسب الهدف بتاع ميسي. هذه المباريات هي اللي تفرق معاه، تفرق معاه ازاي كريم. برضه بشوف طبعا هي جزء من شغله ان هو اكيد جاله عرض ان هو يحكم مباراه كبيره في مصر، فاكيد هو يعني ده جزء من الشغل برضه. بس اكيد هو انا معاك ان هو عقليته قبل تحكيمه لمباراه نهائي المونديال حاجه، وبعد نهائي المونديال حاجه في الثقه، وبعد نهائي مونديال ده راجل يعني وصل ثقته. حتى في المؤتمر الصحفي اللي رد فيه على الاعلام الفرنسي كان جريء جدا وكان قوي، وجاب حقه وطلع لهم فيديو بالموبايل، وراجل واثق من نفسه. فانا انا مبسوط ان احنا بنجيب هذه النوعيه من الحكام في المراكز. بس ده لجنه الحكام تحت ضغط، لان الفتره القادمه ما هو انت لازم تجيب هذا يعني. طبعا طبعا بس هو الفكره يا كابتن اسلام ان وجود هذا الرجل في الملعب هيخلي 22 لاعب في الملعب مرتاحين. ده راجل حاجه مهمه. عموما نتمنى ان احنا نشوف مباراه جيده. طبعا المباراه بكره الساعه 7 وكالعاده استوديو قناه النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 5 قبل المباراه. نتمنى فوز الاهلي بساعتين ان شاء الله. طبعا نتمنى فوز النادي الاهلي، وكالعاده هيبقى الاستوديو التحليلي ما قبل المباراه، كواليس ما قبل المباراه بساعتين، وان شاء الله بعد المباراه. وان شاء الله نكون مع حضراتكم. احنا بقى انا هكون مع حضراتكم بالليل بعد نهايه الاستوديو التحليلي. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. شكرا يا كابتن اسلام، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، كل سنه طيب، وكل سنه ومصر كلها طيبه بالعمل ده. كل سنه وانتم طيبين. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. ان شاء الله غدا حلقه جديده من البيت الكبير.